ترون رئيس البرلمان الأردني الذي تم النقاش في هذا الاجتماع عن كثير من النقاط، أبرزها كما تعلم مبادرة القاهرة التي أويدت في القاهرة من قبل السيد رئيس مجلس النواب والقائد العام وقبول لدى كل الدول حقيقة، إضافة إلى إحاطة السيد رئيس مجلس النواب لأعضاء مجلس النواب الأردني لآخر المستجدات وما يمكن أن يكون في قدم الأيام كترجمة واقعية في هذه المبادرة وكيفية الوصول إلى الغاية المنشودة وهو إنهاء النزاع أو إنهاء الأزمة الليبية بغية أن ينال الليبيون الاستقرار الأمني وأيضا يكون لهم الانتعاش الاقتصادي. هذا ما تظهر إليه هذه المبادرة. طيب سيد صافي، يعني مع نهاية هذه الزيارة مثل ما نعلم أن أعتقد أنها ساعات سوف تنتهي هذه الزيارة، هل هنالك أي زيارات أخرى مجدولة سيجريها مجلس النواب هذه الأيام أم أنه سيتوقف عند هذا الحد ويستأنف باقي المشاورات مع الأطراف المهتمة بالشأن الليبي بعد عيد الأضحى المبارك؟ أعتقد بعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الجميع باليمني واليسري والبركات ستكون هناك بعض من الزيارات، ولكن كل هذه الزيارات تصب في إطار حث البعثة الأممية على العمل وتحمل مسؤولياتها في مسألة تبني مبادرة القاهرة وترجمتها واقعيا، وحث الأطراف المعنية بهذه المبادرة على الخوض فيها لظفر بنتائج أكثر إيجابية ونتائج تصل بنا إلى إنهاء الأزمة في ليبيا بإذن الله تعالى. ولكن الأهم من ذلك سيدي فاضل، نعم، اختيار شخوص يثق فيهم الليبيون وأن يختار الليبيون من يحكمهم. لا نريد تنفيذ ما نص عليه الصخيرات على أرض الواقع. على فكرة اتفاق الصخيرات كما أطلب السيد رئيس مجلس النواب مع وزير الخارجية المغربي في الزيارة التي أجريت قبل يومين أنه لم ينفذ منها حرف، والعيب ليس في مسألة الاتفاق أو النصوص، العيب في من أوكلت إليهم مهمة التنفيذ، وهنا نقصد السراج ومن معه. هؤلاء لم ينفذوا ولم يعيروا هذه النصوص أي اهتمام، بل اخترقوها بشكل قانوني وعدم احترام لنا الدستوري، وهو الأمر الذي أوصل بنا الحال لما نحن فيه الآن. وبالتالي ما نتمنى هو عدم تكرار كل هذه الأخطاء في مبادرة القاهرة. والنقطة التي أكد عليها المستشار نقطتان عفوا، وهما احترام إرادة الليبيين وعلى الليبيين أن يختاروا من يحكمهم وليفرض عليهم أي أشخاص من الخارج مثل ما حدث الصخيرات، وثانيا التوزيع العادل للثروة وفق الأقاليم الثلاثة، وهذا سبر تاريخي منذ 51 نشأت عليه الدولة الليبية، ولابد أن يأخذ حيز التنفيذ في مسألة مبادرة القاهرة في قادم الأيام. نعم، شكرا جزيلا لك بطبيعة الحال السيد حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف من عمان.